احنا النهارده 12 رمضان صح؟ ليه 13 رمضان؟ يعني الوقت اللي الواحد سمعه كده يعني ربنا يعافينا من بدله بيه كثيرا من خلقه، يعني ان المساجد دلوقتي بدات تكبر وان الناس دلوقتي بدات تتصافر، احنا في العشره الاواصر، احنا في القنطره اللي ما بين العشره الاوائل اللي فيها النشاط والهمه وما بين العشره الاواخر اللي فيها بقى ايه طلاب ليله القدر. العشره الاواصر ديت دايما بتقع من ناس كتير قوي، حتى من الناس الافاضل، حتى من الناس الملتزمين. المفروض يا جماعه ان احنا ما نتكلمش دلوقتي عن التصافر ابدا، المفروض يا جماعه ان احنا نتكلم دلوقتي عن وصلت لفين، وصلت لفين مع القران. اللي عنده هدف ما بيحسش انه تعب، ما بيحسش انه قطع حاجه في الطريق، ولكن كل قضيته انا وصلت لفين، انا قربت من هدفي ولا لا، انا ماشي على الطريق ولا لا. الاستمرار يا اخواني في الله، الاستمرار هو سر الوصول. معركتنا كلها من البدايه الى النهايه هي معركه استمرار. عشان كده العشره الاواصر دول هم الفيصل ما بين اللي فرحانين بجو رمضان او اللي عايزين يتصلحوا ولكن عاجزين. العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله ايه؟ الاماني، ما بيقدرش يكمل، ما بيقدرش يستمر، ما بيقدرش يكافح ويصمد ويكمل للنهايه، فبيجي خلاص تمنى على الله الاماني، يا رب بقى وصلني. طب انت اشتغلت عملت ايه؟ انتوا عارفين اللي بيحصل له كده؟ يوم يقعد يقول انا عارف ان ربنا كريم، وانا عارف ان ربنا لا يمكن هيسيبني، وانا عارف. هو الوقت اللي بيعمله ده صح ولا غلط؟ اللي بيعمله ده المؤمن بيعمله والمنافق بيعمله والملتزم بيعمله والطائع بيعمله، كله لما بيبتلى بيقول لك انا عارف ان ربنا كريم. امال المؤمن يعمل ايه؟ كان اذا حسبه امر صلى، قوم اتوضى وعيط بين ايدين ربنا، قال انا عارف ان قوم يا عم اعمل حاجه، قوم اتحرك. هو ده الانسان اللي عنده عزيمه حقيقيه. وصلت لفين يا جماعه؟ وصلت لفين مع القران؟ القران عمل ايه في قلبك؟ سوره الرعد اللي سمعناها دلوقتي عملت ايه في قلبك؟ سوره يوسف والاحداث الرهيبه اللي بتدار بلطف الله من فوق سبع سماوات عملت ايه؟ اصدرت فيك ايه؟ انت ايه الروح المعنويه اللي انبعثت جواك دلوقتي وانت بتستمع الى هذه الايات الجباره واذا والى هذه المعاني التي تحيا بها القلوب، الى هذه المعاني اللي خلت ابو بكر ابو بكر، واللي صنعت عمر، واللي صنعت مصعب، واللي صنعت سلمان، عملت فيك ايه؟ يعني واحد دخل كامبريدج وسقط، يا عم انت مشكلتك دي فيك انت، هو دي جامعه خرجت النوبل وينرز في العالم كله، انت دي مشكله فيك انت، يبقى واحد سمع القران ولسه زي ما هو المشكله فيه. يعني نلاحظ يا اخواني في شخصيه سيدنا يوسف وفي سوره يوسف معنى الاستمرار. سيدنا يوسف وهو في السجن يدخل عليه اثنين سجناء، واحد مسجون، واحد محبوس، واحد مظلوم، مقهور، يقولوا له نبدأنا بتأويله انا نراك من المحسنين، شايفين حاله في العباده، بعد سنين تمر اخواته داخلين عليه مش عارفين ده مين، ولكن يتعاملوا معاه في البيع والشراء ويشوفوا عبادته ويشوفوا صلاحه ويشوفوا اتصاله بالله، يقولوا له انا نراك من المحسنين. الاستمرار على العباده، السنين ما بتغيروش، الظروف ما بتغيروش، الفجوة النفسيه. يقول لك في حاجه اسمها الصدمه الحضاريه، يعني ايه؟ واحد عايش في مصر مثلا وقام رايح فجاه على باريس، يحصل له صدمه حضاريه، يلاقي الناس بتتعامل تعامل تاني والثقافه تانيه والتعليم تاني ومستوى الانتاج والاقتصاد والفكر والمجتمع الفكري ده، يحصل له صدمه حضاريه. فالانسان اللي بيبقى في امتلاك شديد قوي وبعد كده فجاه انفتاح رهيب قوي قوي قوي، اهل الباطل اصلا بيستعملوا هذا الاسلوب في تغيير نفسيه العاملين لدين الله، انه لما بيبقى الضيق عليه قوي وفجاه تتفتح قوي يفقد ايه؟ ممكن واحد يفقد التزام. سيدنا يوسف ان نراك من المحسنين في السجن، ان نراك من المحسنين على كرسي وزاره الماليه، هو نفس الاتصال. يبقى الثبات على العماله، ثبات على الدعوه، وهو في السجن قاعد يتكلم عن ربنا ويتكلم عن التوحيد ويتكلم عن الدعوه الى الله. اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون، اتبعت مله ابائي ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا. وبعد ما مرت السنين وقعد على الكرسي بتاع الوزاره، سيدنا يوسف قاعد يعمل خطه رهيبه على اخواته. طب هو يعمل الخطه دي ليه؟ وقاعد يحط صراع الملك في اللي راح لبنيامين، وبعد كده ينادي، وبعد كده يعمل ويرجعهم لابوه ويحصل المشكله. بيعمل كده ليه؟ بيربيهم، بيربيهم ليه؟ لانه عارف انه مش هيقدر يشيل مصر لوحده في الدعوه الى الله، وهم الفريق اللي ممكن يشيل معاه، بس من الوضع اللي هم فيه ده مش هيقدروا يشيلوا دين،
ولا هيرضوا يضحوا عشان الدين، يبقى بيربيهم عشان يشيلوا الدين معاه، عشان يشيلوا رسالة التوحيد. ونشرب عين شايل هم الدعوة وهو في السجن، وشايل هم الدعوة على كرسي الملك. ثبات على حلم الله واتصال القلب بالأمور. الكلام ده ليه؟ الأيام بتغير والظروف بتغير والأحداث والآلام بتاعت الدنيا والضغوط الاقتصادية والمشاكل. مفيش حد بيفضل زي ما هو حتى داخليا، حتى لو فضل من بره خارجيا وفضل ملتزم وفضل 30 40 سنه ملتزم، بتقابله بتلاقيه مش نفس البني ادم، مش نفس الحماس، مش نفس الاصرار. الاستمرار على المشاعر القلبيه الداخليه دي مهمه جباره لا يؤتاها اي حد. زي يوسف وهو لسه شاب بقى يقول لهم ايه، يناجي لا يقول والا تصرف عني كيدهن. اصبوا اليهن. يبقى وهو في القصر ولكن عبد عند امرأة العزيز وقضيته حب الله، يا رب انا مش عايز قلبي يتشغل عنك حاجه. بعد كده يدخل السجن لما اتهم في شرفه، قال هي راودتني عن نفسي. لما اتهم الله في وحدانيته صفحه ونص، يدافع عن وحدانيه الله. يبقى حب الله مالي قلبه وهو في السجن، برضه حب ربنا مالي قلبه. وهو على كرسي الملك ممكن بقى، رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث. هو ربنا علمه الاول ولا ادانا الملك الاول؟ ربنا علمه الاول. طب وهو العلم اللي اشرف ولا الملك اللي اشرف؟ العلم اللي اشرف. طب وهو الملك اللي جاب له العلم ولا العلم اللي جاب له الملك؟ العلم اللي جاب له الملك. يعني كل الاسباب كانت تؤدي انه يقول الاول رب قد علمتني واتيتني من الملك. امال قال رب قد اتيتني من الملك قبل العلم ليه؟ رغم ان العلم اشرف من الملك، ورغم ان العلم هو اللي جاب له الملك باذن الله، ورغم ان طب هو بيعمل كده ليه؟ عشان لا يتعلق قلبه بسبب عن الله، لا يشهد قلبه ان في حاجه وصلته لربنا، فجاب الثمره قبل ما يسكن الشجره، جاب النتيجه قبل ما يسكن السبب. توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفني مسلما الشوق لله، يعني عايز ربنا يقبضه على هذا الشوق وهذا الحب. يبقى الحب لله والشوق لله قلب واحد، شغله في الدعوه واحد، جهده في العباده واحد. زي ما هو سيدنا يعقوب نفس القضيه. سيدنا يعقوب قال سوف استغفر لكم ايه؟ ربي. سوف استغفر لكم ربي اي متى؟ ليه قال لهم سوف؟ سوف دي تدل على ان لسه مش الوقت، مش حالا. سوف يعني بعد شويه، قصده ايه؟ قصده طول متاخير من الليل، قصده قيام الليل، يعني بعد الابتلاء ده هو كله ثابت على قيام الليل مستمر. ازاي ان دينك يبقى فوق الظروف؟ ازاي ان دينك يبقى فوق الظروف؟ الناس كلها بتضيع، الناس كلها بتحول وترجع، وفلان يفضل تايه طول السنه وما نشوفوش غير في رمضان، وفلان يفضل ضايع ما تشوفوش غير في الاعتكاف، وفلان ما تشوفوش غير يعني كله قاعد يروح ويجي وقاعد يتذبذب وقاعد، وده ثابت وده مستمر. المستمر ده هو اللي بيوصل. سيدنا اخواننا سيدنا يعقوب بيقول سوف استغفر لكم ربي، مش بس ثبات على العباده، ده بيربيهم. هو يعني ايه سوف استغفر؟ طب ما يعني انت ليه بتقول لنا في قيام الليل؟ ليه بيقول لاولاده؟ لانه مربي. سيدنا يعقوب من افزاز التربيه في تاريخ البشريه. سوره يوسف صورة عجيبة، المشهد الأول فيها مشهد جلسة تربوية فردية ما بين مربي وما بين طفل صغير. ده المشهد الأول فيه جلسة تربوية، والطفل رايح لأبوه المربي، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيت أمي يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ليه؟ عشان إخوتك وحشين؟ إن إخوتك لك عدو مبين لإن الشيطان. أوعى تفتكر إن إخوتك وحشين، إخوتك حلوين بس الشيطان ضحك عليك. يبقى أوعى يرتبط عندك، يبقى قضية الأخوة بيرسلها له وقضية الشيطان بيرسلها له. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. اوعى تفتكر ان ربنا يفتح عليك لوحدك، على آل يعقوب. ربنا ما سماش نفسه الفتاح عشان واحد من واحد، عشان هيفتح الناس كلها، حتى اخواتك ده ربنا يفتح لهم بكره. وقال يعقوب كلهم قاعد يربيه. المشهد النهائي الطفل اللي كان بيتربى ده بقى ملك. المشهد الاول مشهد جلسه تربويه فرديه، والمشهد النهائي مشهد كرسي الملك. وقد تبوأ بنو اسرائيل الملك. التربيه كانت البدايه والملك كان النهايه، التربيه كانت البدايه والتمكين كان النهايه، الثبات على التربيه. سيدنا يعقوب اللي في اول الصوره بيربي، هو اللي في اخر الصوره بيقول سوف استغفر لكم ربي. الثبات يا جماعه. سوره يوسف نازله قبل الهجره بسنه سنتين في نهايه المرحله المكيه، خلاص النفوس اتخنقت محدش طايق خلاص. يعني يا رب هتقول لنا دعوه
ده عين تربيه تربينا عباده عبادنا. النفوس بتيجي في الاخر ليس الا نفوس الصدقين اللي بتقدر تثبت في هذه الفترات. الفترات اللي هي انت ما انتش عارف طب ايه الفرج، طب الفرج هيجي منين؟ طب هنخلص من الخلقه اللي احنا فيها دي، سجن يوسف اللي احنا قاعدين فيه في مكه ده هنخرج منه ازاي؟ لبسنا في السجن بضع سنين، طب هنخرج ازاي؟ كان الله يوجه النبي عليه الصلاه والسلام الى الاستمرار، الاستمرار. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام رب الصحابه على الاستمرار. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهو لما جت حركه المرتدين قال اينقص الدين وانا حي؟ اينقص الدين وانا حي؟ طيب الكلمه دي بقى نفس الكلمه خرجت من ابو بكر الصديق. دخل المسجد مره لقى واحد بيخرج، بدل ما يخرج برجله الشمال خارج برجله اليمين. فقال ابو بكر اينقص الدين وانا حي؟ قال له هو شايف ان قتال المرتدين ده لا يمكن يحدى نقص الدين، وشايف ان التفريط في سنه واحده من سنن النبي عليه الصلاه والسلام ده نقص الدين. عشان كده رضي الله عنه كان يقول فكر الصدقيه بقى اخشى ان تركت سنه واحده من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ان ازيد. لو سبت سنة واحدة مش فرض حتى. طب ليه؟ اصل الدين بتاع البني ادم عامل زي السبحة، لو حباية اتفرطت هتفرط وراها. اللي هيفرط في حاجة لا نفرط بين احد من رسله، لا نفرط بين شيء من امره. المؤمن بيبص للمصدر، ما بيقعدش يفاضل. القضية ان قضية العشرة اللي حصلت في رمضان دي قضية رمز، مش بس قضية انك انت بتاخد حسنات زيادة، قضية رمزية في التربية. انت من الناس اللي بتتعبد لله باستمرار ولا من الناس اللي بتتنطط اول يومين ثلاثة يتنطط وبعد كده يجي في الليالي الوترية، ولا انت من الناس التي تتعبد لله؟ انا واقف يا رب، انا مكمل يا رب، انا مكمل، انا ثابت حتى اللحظة الاخيرة، حتى لحظة الموت باذن الله على الدعوة الى الله، حتى لحظة الموت على الاخوة في سبيل الله، حتى لحظة الموت على كلمة الحق في وجه الظالمين، حتى لحظة الموت هفضل قضيتي الخشوع في الصلاة، وازاي اقوم الليل، وازاي اصوم النهار، وازاي قلبي يستشعر حب الله. دي مضرانة من المهد الى الموت، دي القضايا بتاعتنا. عشان كده الكلمة الخطيرة قوي قوي قوي، يعني للواحد بصراحة يعني حس ان هي نور كده في حياتنا كلنا، كلمة الحسن البصري رضي الله عنه. والله بالمؤمن الذي يعمل بالشهر والشهرين. المؤمن مش اللي بيجي رمضان يشتغل شهر وبعد كده يجرش. ما جعل الله لمؤمن اجلا دون الموت، ما جعل الله لمؤمن اجلا دون الموت. وصلنا فين يا جماعه؟ بعد 12 يوم 13 ليله، بعد 25 فرصه للعتق من النار، بعد 25 شيك على بياض نستلمهم في دعوات مستجابه، وصلنا لفين مع القران؟ وصلنا لفين؟ دعاء رمضان غير فيك ايه؟ دعاء رمضان حللك مشاكل في حياتك لحد دلوقتي؟ ولا ال 25 دعوه اللي انت خدتهم لحد دلوقتي ما عملوش ليك حاجه؟ ولا انت مش عارف تدعي؟ ايوانا حاسب نفسك، شوف انت رمضان غير فيك ايه؟ لو نص رمضان ما غيرش فيك النص الثاني يعمل لك ايه؟ انت فيك غلطه، انت فيك مشكله، لازم تشوف المشكله دي ايه؟ عايزين نتعبد لله بالاستمرار.